خلونا نستقبل عبر الهاتف اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكليه البحريه الاسبق. يا ست لواء برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه انه الفرقاده بورسعيد لها اهميه خاصه، ان هي الحقيقه انشئت بسواعد مصريه 100% تمثل طفره تكنولوجيه هائله، نموذج تعاون مع شركه فرنسيه نافال جروب. يعني الحقيقه فرقاطه هامه جدا من حيث اعتقد توقيت استلامنا ليها ومحتوياتها، راي حضرتك ايه؟ انا طبعا بتفق تماما مع حضرتك، ويعني دعيني الاول يعني اهني الشعب المصري بالكامل بحصول قواتنا البحريه على مثل هذا النوع الفائق التقدم من التسليح اللي ما كانش في ايدينا قبل كده. واستلمنا هذه الفرقاطة دلوقتي اهم حاجه نحن خدناها من ترسانة الاسكندريه. تم بنائها بايادي مصريه 100% زي ما سمعت قائد القوات البحريه. عمليه بناء الفرقاطة دي حضرتك يعتبر تحدي كبير جدا، لان الفرقاطة دي متعدده المهام. يعني ايه متعدده المهام؟ يعني اصلا تستطيع ان تشتبك مع احداث جويه بصواريخ سطح جوي. يبقى معنى كده لازم لها رادارات انذار جوي تجيب الطيران من على مسافات كبيره، ورادارات اداره نيران، وكذا التواريخ بتاع الدفاع الجوي، ولها منظومه اخرى للاشتباك مع سفن السطح بالصواريخ وبالمدفعيه. ويلزمهم نفس انواع الرادارات، انواع ثانيه من المنظومه، وليها منظومات سونار عشان تقدر تشتبك مع الغواصات والتوربيدات عشان تشتبك مع الغواصات. كل ده بيفرض تعقيد كبير جدا في التصميم وفي التنفيذ واعلى مستويات الجو. كل الحاجات دي تركب مع بعضها بتقنيات عاليه وبريابيلتي عاليه وتتبدلها الخطوط ووسائل القياده والسيطره، تحط عليها وسائل القياده والسيطره ووسائل الحرب الالكترونيه، تبني مركز تجاري عالي عباره عن فراغات وشويه ثبات اتزان واسطح وروافع، لا هي فيها الكلام ده كله، ولكن فيها منظومات تسليح وفيها هرمون لازم يتم مع كل انواع التسليح اللي بقول لحضرتك عليها. فده يعتبر تحدي كبير جدا. احنا الصفقه كانت اربع مخططات، خدنا واحده بس من فرنسا وثلاثه اتبنوا في ترسانة اسكندريه. وطبعا ده في اطار طبعا القوات المسلحه اصلا تبنت وطبعا وضمنها القوات البحريه استراتيجيه محاورها ان احنا اولا نرفع القدرات القتاليه للقوات البحريه، نجيب تسليح متفوق ومتطور، وبعدين مش كده وبس، احنا كمان نبني اهو حصل ثلاثه تدريب عالي. يمكن من شهر شفنا في نوفمبر اللي فات البحريه المصري كانت مع روسيا في البحر الاسود، مصر عمليات مختلف خالص ورجعت اتدربت باسكت مع اليونان في بحر ايجا، وبعدين راحت داخله بعد كده على تدريب مشترك اسمه ميدوزا، وبعدين مع البحريه الانجليزي، وبعدين الدول العربيه. كل ده حضرتك في خلال شهر واحد فقط. نعم. فتدريب مكثف، بالاضافه كمان للمحور الاخر الاستراتيجيه هو بناء البنيه الاساسيه او القواعد. نعم. طبعا حضرتك كل ده لان القياده السياسيه تفهمت من يعني منذ اللحظه الاولى ان هيحصل في صراع على خطوط المواصلات وصراع على الطاقه في البحر المتوسط. منذ ان تولى ولا ان في قوى اقليميه كبيره جدا متعدده في البحر المتوسط اصلا يعني فاكره ان هي يعني ممكن انها تحصل على تفوق عددي ونوعي يسمح لها بفرض واملاء الاراده، زي ما حاولوا يعملوا مع مش عارف مع قبرص ومع مش عايز اجيب اسماء بلادي يعني. نعم. خلاص. فقام يعني القياده السياسيه تبنت مخطط لاعاده بناء القوات المسلحه، هو الحقيقه اعاده بناء قدرات الدوله الشامله كلها اقتصاديه واجتماعيه وضمنها العسكريه. فدي طبعا بدات 2014 وادي نتائجها اللي احنا شايفينها ايه حضرتك هنا. نعم انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لفندم سياده لواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكليه البحريه الاسبق.